علاج بالريتنوسكوبي، علاج العين الصناعية. طبعا هنا عندنا أول شيء، إذا لو كانت العين ما فيها سلندكل سهلة بسيطة جدا، تصير العين إذا كانت with نضيف موجب، إذا كانت against نضيف minus، إلين تصير neutralize والنتيجة تسجل زي كذا plus 3DS أو minus 3DS على حسب. لكن إذا جت عين المريض فيها سلندكل زي كذا مثلا، الحل في هذه هو انك تضيف على اول شيء تفحصها بالريتنوسكوب. لما تطلع معك موج، لما تطلع معك اجينست يعني تضيف ماينس مثل اللي طلع معي هنا. طبعا اضفت 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 اضفت، افضل شيء طلع معي هنا 4.5. فلما طلع معي 4.5 طلع كل العين نيترولايز، او بالاصح 180 نيترولايز الا 90. ال 90 طلع شيء غير نيترولايز، إما أجينس ولا وذ. لما نفحصها طلع، طبعا خلاص نشيل هذه، إذا شلنا هذه نفحصها مرة ثانية ونضيف ونضيف إلين ما تضبط. طبعا أضفنا 3.75 وضبطت. الحين نسجل، سجلنا طبعا الأولى 4.5 أكسس 180، بعدين سجلنا 3.75 اللي هي علاج السلندكل. بالنسبة للتسجيل نسجل على حسب ذيك الملاحظات اللي هناك، موست بلس، موست بلس ودلتا باور والأكسس للموست ماينس. طيب احنا عندنا هنا البيانات، أول شيء عالجنا كافة المحاور، بعدين شلنا علاج كافة المحاور، حطينا واكتشفنا انه فيه سلندكل فيها with او against، بعدين اضفنا عليها 3.75 وهي اللي ضبطت. الحين صار عندنا شيئين، واحد لعلاج السلندكل، واحد لعلاج باقي العين. بالنسبة للتسجيل الموست ماينس، بعدين الفارق، بعدين للاكسس للموست بلس، وهنا للورك ديستانس نقصها من ورك ديستانس، والباقي نفس الشيء.